بحضور كل من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والسفير جيليرمو فاليه مدير القسم الدولي للتجارة بالسلع والخدمات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، والسيدة مارجريتا دافيدسون ممثلة السفارة السويدية بالقاهرة. افتتح السيد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال قبيل أن الحكومة حريصة على إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. يسعدني أن أرحب بكم جميعا اليوم في إطلاق البرنامج الإقليمي لدعم الفني لسياسة حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأونكتاد وتتولى هيئة المعونة السويدية سيدة تمويل أنشطة بمبلغ 7 مليون دولار خلال الفترة من 2015 ل 2019 بمشاركة 7 دول في منطقة شرق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي مصر وفلسطين الأردن لبنان تونس المغرب والجزائر. تعد سياسات وقوانين المنافسة إحدى الركائز الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد السوق الحر القائم على مناخ سليم ويتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية. لازم أننا نؤمن بضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري. يرتكز بالدرجة الأولى للعمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها بل وتطويرها ونشر الوعي بثقافة المنافسة وترسيخ مفهوم المسؤولية والالتزام والتوافق مع أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد كانت حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحد المقومات الاقتصادية الاستراتيجية للتنمية بالدستور المصري العام 2014 بالمادة 27، اللي يعكس الأهمية التي توليها الدولة لحماية المنافسة كإحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق النظام. علاوة على تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة مرتين منذ صدور القانون المرة الأولى سنة 2005، فكان التعديل الأول في عام 2008، يأتي التعديل الثاني سنة 2014، وهو التعديل الأوسع والأشمل حيث ضم حوالي 60% من مواد قانون حماية المنافسة، ذلك استنادا على معايير محددة جاء في مقدمتها ضمان استقلالية فنية لعمل الجهاز والمصداقية والعدل في تطبيق القانون، فضلا عن تعزيز فاعلية وكفاءة الأسواق بما يتضمن تحقيق أهدافه. كما جاءت مشاركة جهاز حماية المنافسة المصري في مناقشة قوانين الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة بالسوق المصري لتؤكد إيمان الدولة واقتناعها بضرورة سيادة المنافسة كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن هذه الضمانة لها عظيم الأثر في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة، فالمنافسة تحفز الابتكار وتزيد من الانتاجية والتنافسية، وبالتالي فهي تمهد الطريق نحو تهيئة بيئة أفضل للعمال، الأمر الذي يدفع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل وهي من أهداف الحكومة. وانطلاقا من هذه الرؤية فإننا نؤكد دعم ومواصلة كل الجهود التي تهدف إلى العمل على إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهودنا نحو النهوض بمستوى أداء سوق الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، ومن ثم دعم خطواتنا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نتطلع لها جميعا. وأود في هذا الصدد أن أسمر علينا الدور المهم الذي طلع به جهاز حماية المنافسة المصري وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري، كما أؤكد على حرصنا الدائم نحو العمل على دعم وتطوير هذه الجهود، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية
والبشريه لحمايه المنافس المصري. وانا على ثقه من ان جهاز حمايه المنافس المصري يتوافر لديه بالفعل عدد من مقومات النجاح بما فيه من الكوادر البشريه تتميز بالكفاءه وتعدد الخبرات، الامر الذي يدعم طلب جهاز المنافس المصري للمشاركه في اقامه مركز التدريب الاقليمي للمنافسه مع نظيره جهاز حمايه المنافسه في الجمهوريه التونسيه. ضيوف الكرام، تعد برامج الدعم الفني في مجالي حمايه المنافسه وحمايه المستهلك خاصة تلك التي تتيحها المنظمات الدولية ذات الخبرات الواسعة، إحدى أهم الأدوات الأساسية في مساعدة الدول في تطوير وتحديث القدرات المؤسسية والبشرية لإجهزتها المختلفة. ولذا فإن البرنامج الذي نحن بصدده اليوم هو فرصة جيدة نحو تحقيق تلك المقاصد بالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات المعنية من وزارات وهيئات حكومية ومحاكم اقتصادية وقضاة وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية القطاعية والجامعات والمراكز البحثية وممثلي منظمات المجتمع المدني. فقد راعى هذا البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك عند صياغته التعرف على احتياجات الدول المستفيدة وإدماج كافة الأطراف أصحاب المصلحة لضمان تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج ونجاحه عند التطبيق. وحيث قام وفدا من الأمثال وهيئة المعونة السعودية سيدة بزيارة مصر وغيرها من الدول المناظرة للتعرف على احتياجاتها فضلا عن الاستفادة من الخبرات الواسعة والتجارب الدولية ومنظمة الأمثال في برامج الدعم الفني لسياسة حماية المنافسة وحماية المستهلك، والتي كان من بينها برنامج كومبال في دول أمريكا اللاتينية. كما تم التشاور مع كافة الأطراف المعنية للدول المستفيدة خلال اجتماع التنسيق الإقليمي الأول والذي استضافته المملكة المغربية في أغادير في يوليو 2015، والذي يتم واليوم يتم استكمال النقاش من أجل استعراض برنامج العمل للعام القادم 2016-2017 من أجل استعراض وأوجه تنفيذ الأنشطة الإقليمية والوطنية التي سبق اقتراحها وفق الإطار العام للبرنامج وأهدافه وأولوياته. إن قانون المنافسة لم يشكل حتى بالزاوية لتحقيق النفع من التكامل الاقتصادي، كما تضمنت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والإقليمية والثنائية، والتي من بينها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق وجنوب الأفريقي ومصر، أحكاما وبنودا بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان تنظيم وتعزيز ظروف المنافسة العادلة من بين أطراف الاتفاقات التجارية وتعظيم الاستفادة من وتحرير التجارة بينها. واسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر لكل من منظمة الأمثال هيئة التنمية السعودية سيدة على جهده في تحت هذا البرنامج لدول الإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ختام كلمتي، آمل أن يكون إطلاق هذا البرنامج داعماً جديداً ومحفزاً لشراكة مثمرة بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول الإقليم الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن منظمة الأمثال وحكومة دولة السويد ومثلاً في هيئة التنمية الدولية السعودية. وأشكركم جميعاً، أتمنى لكم مؤتمر مثمر. شكراً.